كابتن علي مساء الخير. حبيبي يا كابتن سيف. اخبارك يا كابتن؟ وحشني. ربنا يخليك ومشكر جدا على الكلام الجميل اللي بيتقال ده. متشكر جدا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني ماتش كبير وماتش جميل، وكان معانا توفيق ربنا ومن فضل الله، ودايما الماتشات الكبيره دايما بحب العبها، بقول دايما بحب العبها. عجبني النهارده ان شفت علي ماهر وهو بيهاجم، وشفت علي ماهر وعنده طموح، وشفت علي ماهر وهو لعيب مدرب كبير، وشفت علي ماهر وهو بيجري على الخط، وشفت علي ماهر وهو موقف الفرقه في وقت وتارك الاستحواذ من غير اي قصه، من غير ما هاجمه واطلعه وافتح الملعب. يعني قد ايه في احترام لفريق الزمالك، وقد ايه في مخاطره في الوقت اللي ينفع تاخد فيه مخاطره. طبعا لازم تحترم نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير ولازم تحترمه كويس جدا، ودي من ضمن صفات الاحترام ان انت تحترم الفرح. يعني ده مهم جدا. طبعا نادي الزمالك نادي يعني لازم تبقى نازل قدامه تحترمه، لان نادي الزمالك ممكن يجيب جون في اي وقت، عنده لعيبه عندها حلول، جمهور محترم، عنده جهاز فني محترم على اعلى مستوى، فلازم تحترم نادي الزمالك كويس. وده اللي احنا عملناه من فضل الله. والنهارده كان ماتش كبير، وانا بشكر اللعيبه جدا، وبشكر الجهاز الفني، لعيبه كانت رجاله عندها مسؤوليه، وبشكر الجهاز الفني. احنا مذاكرين الفرقه بقى لنا من اول تجمع المنتخب، كنا بقى عاملين نذاكر فرقه نادي الزمالك وازاي زي ما انت بتقول ازاي تحترمها، واحنا بقى كان بنحب اللعب الفرقه الكبيره. فده كان من فضل ربنا علينا، ربنا ادانا التوفيق النهارده، كنا محتاجين توفيق ربنا. بقول اللهم لك الحمد لك الشكر. بشكر مجلس الاداره جدا، بس مستر كامل ابو علي يعني راجل في ظهرنا ومعانا، هو يعني اي حاجه الواحد بيقول له عليها بصراحه على طول فورا، وميزه ان عندنا استقرار فني وحاجه محترمه. بشكر الدكتور موسى معايا، حاجه تشرف وحاجه محترمه جدا، وبشكر رجب بي عبد القادر فبشكرهم، وسيادة النائب حسين باور، كل الناس بصراحه ناس محترمه جدا وفي ظهرنا دايما، وعندنا استقرار حاجه محترمه. مستر كامل ما بيتاخرش على الفرقه باي حاجه ابدا، كل حاجه في ميعادها. فيعني بصراحه يعني كل الناس حاجه محترمه. بشكر الجمهور جدا، رغم ان انا بقى عندي تعليق على الجمهور، ان هو كان ببقى محتاجين ان الجمهور دايما يبقى رقم واحد، يبقى موجود وبكثافه وكتير، الجمهور يبقى شكله حلو، انت بتاخد الكوره بتاعتك من الجمهور متواجد وبيشجع الفرقه وفي ظهر الفرقه. النهارده كان نفسنا نشوف الجمهور النهارده يبقى موجود بكثافه، ان شاء الله نشوفه الماتش الجاي. انا متاكد من ده باذن الله، في ماتش افريقيا، عندنا ماتش افريقيا كمان 3 ايام. قفلنا النهارده، نفرح النهارده، عايزين الثقافه دي عندنا بنحاول توصلها للعيبه، ان احنا على ثقافه ان انت بتكسب الماتش وتقفل وتاخد اللي بعديه على طول. الحمد لله. يعني بشكر الجهاز جدا، تعبنا الفتره اللي فاتت والله كابتن سيف، يعني طول الوقت قاعدين بنذاكر الفرقه كويس. الحمد لله النهارده كان ربنا كان معانا من فضل ربنا علينا. بعض لعيبه الزمالك بعض لعيبه المصري النهارده بعد الماتش يا كابتن اتكلموا، قالوا ان احنا عندنا ثقه كبيره ان احنا فريق كبير، وعندنا كمان ثقه كبيره ان احنا دايما بنلعب الزمالك بحكم النتائج، احنا بقينا عقده دايما في لقاءاتهم. هل الحته دي انت بتعرف تبيعها لفرقتك، مؤمن بيها؟ طبعا طبعا، ده حقيقه الحمد لله. يعني بحببه ان هو مستنيين ماتش الزمالك، بحببه ان هو مستنيين ماتش البيراميدز الاهلي، يبقى بنخليهم مستنيين الماتشات الكبيره دي، نقطه مهمه جدا. مش يبقى خايف، مش يبقى قلقان، في فرق حلو ان انا ابقى خوف، اللي هو الخوف الحلو، انا عايز انجح، ان انا عايز اكسب، ده مهم. يعني الخط ده ازاي تعمله، فدي نقطه مهمه جدا. يعني زي ما انت شايف، زي ما انت قلت كلام جميل قوي، الفرقه ازاي واقفه، ازاي كل اللعيبه مفهومين، ما كانش حاجه علينا خطر الحمد لله بفضل الله، ما فيش حاجه علينا خطر، كل حاجه مذاكرينها كويس. عبد الله عندهم لعيبه عندها حلول، عبد الله وناصر، وعندهم لعيبه كتير عندها حلول، كل اللعيبه اللي موجودين. لكن احنا كمان عندنا لعيبه مهمه، وازاي نعرف نقفل عليهم، وازاي تعرف بقى تهاجم، وازاي تجيب جون في توتات، ومفيش خوف، في جرأه، في شجاعه. ففي حاجات كانت بصراحه مكسب، عارف انت بتكسب فيه كل حاجات كتير، يعني قبل ماتش في افريقيا ماتش مهم، فمكسب مكسب جميل، مكسب مريح. الاهم كمان الاجمل كان مستر كامل ابو علي النهارده نزل اللعيبه، مش عايز اقول لك فرحه مستر كامل في اوضه الليس كانت عامله ازاي. عارف انت شفت مثلا مشجع، مين اكتر مشجع شفته بيبقى فرحان؟ مستر كامل كان كده النهارده وهو نزل الاوضه، هو اللي كان عمال يغني فرحه بيغني في الاوضه، فرحه تسحبها فكه ولا لا؟ نعم، فرحه تسحبها فكه ولا لا؟
والله يا كابتن سيف بعيد عن الكلام ده خالص. الفرحه ما 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 اكبر من اي حاجه. طيب غير الفرحه بقى، مكسب نادي الزمالك اكبر من اي فلوس. طيب بس هي عارف انت لو انت بتصطاد عارف حوت زي ما بنقول. اه بس هي اللعيبه بتستنى برضو الفينشنج الاخير ده مستر كامل، اكيد طبعًا ما يتوصاش في الحته دي. هو ما بيتاخرش على حد، العكس هو لهم المكافاه يعني التريبل كمان. التريبل انت عايز تسمع ده يعني. ايوه تسمع. انا عايز الناس تفرح كده ونفرح مع بعض يا كابتن علي. تفرح مع بعض، انت هتاخد معانا مكافاه. لا يا كابتن علي، اللي هدعيلكوا اهو. ممكن نريح عليك في عشاء، نريح عليك في حاجه كده نشوفك. بهزر معاك، انا بهزر طبعا يعني. انت تستاهل كل خير يا كابتن سيف والله. ربنا يكرمك دايما يا رب. بالظبط. المهم سمعت يعني، المهم اللي انت عاوز تسمعه. ايوه يا كابتن، اللعيبه في الاخر بتقعد دايما تتكلم. صح، هي طبعًا. دي اهم نقطه للاعب، وعلى فكره وحقه، لان في الاخر هو دي المكافاه اللي بياخدها اما يخلص ماتش كبير زي ماتش الزمالك مثلا، بيلعب فريق كبير معاك. يعني متفق معاك طبعا. وبعدين نزوله مستر كامل برضه مختلف. يعني لما رئيس النادي بينزل يعني بيبقى النزوله بقى لها طعم. طبعا لها طعم تاني. والله بعيد عن اي حاجه، بس هو فعلا انت بقول لك الفرحه بتاعت مستر كامل يعني تساوي فعلا كتير. مباراه كبيره النهارده امام فريق كبير بصراحه، الزمالك. ومباراه النهارده طبعا كبير، مفيش كلام. طبعا مباراه النهارده يعني احترم نادي الزمالك. مباراة النهاردة ممتعة بشكل كبير. نزول زيزو النهاردة غير الأمور الفنية في حساباتها يا كابتن؟ طبعا، بس احنا كنا يعني برضو محضرين لزيزو كان موجود، ومحضرين لشيكابالا لما كان موجود. بفضل الله، حتى يعني بفضل ربنا يعني، انت يعني المذاكرة حلوة. اللي يذاكر بينجح يعني كان بقى كنا الأهم بقى ممكن تذاكر، أهم حاجة في الدنيا كلها توفيق ربنا معاك. دايما يا كابتن، دايما في يعني معلومه ممكن اخدها منك، لان انت برضو من الشخصيات بصراحه اللي اسمع حضرتك فنيا بشكل كبير. كل الناس متفق يا فندم. حضرتك قول تاني، معلش انا ما سمعتش. لا يعني عندي سؤال برضو يهمني اسمعه منك، لان انت من الناس اللي بثق فيها فنيا بشكل كبير. يعني كل الناس متفقه ان جوميز مدير فني كبير، انا بشوف الراجل ده بيقدم كوره حلوه وبيقدم فكر كبير مع نادي الزمالك. حضرتك النهارده وانت بتقابله، قابلت قبل كده مدربين كتير مع الزمالك، شايفه ازاي؟ طبعا مدرب محترم، ومدرب ليه فكره، ومدرب بيهاجم، ومدرب عايز يكسب، وازاي ازاي بيغير من طريقه اللعب كذا مره. انا واخد بالي، انت اكنك بتلعب معاه شطرنج. ازاي بيهاجم بشراسه، عايز يطير الثمانيات، بيلعب بتزندر واحد اللي هو دونجا، وقدامه عبد الله، وقدامه ناصر، وشيكابالا، ومصطفى شلبي، عايز يهاجم وعايز يكسب. انت ازاي بتقفله على المفاتيح دي؟ ازاي انك انت تستغل طلوع الوينجات بتاعته في دورهم؟ ازاي تستغل الثمانيات، عدم ممكن يكون ارتداد الثمانيات بشكل سريع؟ ازاي تقدر لما تروح بواحده تجيبها؟ هو دي الفرق الكبيره، من انصاف الفرص تعرف تجيب جون. فازاي انت بتلعب؟ طبعا هو راجل محترم وليه فكره، وراجل واخد مع نادي الزمالك كذا بطوله. لا راجل طبعا جهاز فني محترم جدا يعني، لازم تحترمه يعني. بالتوفيق يا كابتن علي، والف مبروك، وبالتوفيق في القادم ان شاء الله. حبيبي يا كابتن سيف، شكرا جدا. بالتوفيق جدا كابتن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري. الف مبروك المصري، هارد لك لنادي الزمالك. جوميز مدير فني كبير، ده مطب مش نهايه العالم. الزمالك هيقوم ويكمل، والدنيا ان شاء الله باذن الله هتمشي. مطب امبارح للاهلي امام الاتحاد السكندري، مطب النهارده للزمالك امام النادي المصري، ولكن يبقى الاهلي اهلي والزمالك زمالك، وهنشوف ان شاء الله باذن الله دوري ممتع.